السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوب فاير فلاي ده عبارة عن الذكاء الاصطناعي بتاع شركة أدوب اللي موجود أونلاين، وده مجرد تجربة. وبعد كده هتلاقي كل الحاجات دي موجودة جوه الفوتوشوب، وموجودة جوه أدوب إلستريتور، موجودة جوه أفتر إفكت. كل الحاجات اللي هي تبع شركة أدوب هيبدأ إن هو يعمل نفس الأفكار دي جواه. مثلا عندك حاجة اسمها تكست تو إيميج، إن أنت تكتب أي حاجة تحول لصور، دي هتبقى زرار عادي في الفوتوشوب. طيب تعال نشوف الفيديو كده مع بعض. خلينا الصوت اهو. ده عبارة عن ايه؟ تكست تو ايمج، تكتب اي حاجة تلاقي الصورة اتكونت. ان انت عندك صورة معينة فهو يبدأ يعمل لك امتداد ليها، يزود لك حاجات مكانتش موجودة. ممكن تقول له انا عايز يلبس جاكيت احمر مثلا، فيبدأ ان هو يلبس الجاكيت بشكل دوت، يتلون. ممكن تخليه يبتسم، تغير العمر بتاعه، شكله يتغير على طول. كل الحاجات دي بتاع الذكاء الصناعي ديت هتبقى موجودة في قلب الفوتوشوب. و3D to image تقدر تحط اي حاجة 3D ويبدأ ان هو يعمل لها رندر بشكل دوت. ممكن يخليها علاقة تورتة وشوكولاتة. تكست تو تمبليت. فالذكاء الصناعي بيتطور بشكل حلو. تبدأ تقول له حط لي الصورة ديت، صورة الكلب ده هو لابس جاكيت وهو موجود مثلا في الريف المصري، وهكذا. الصورة هيت تقدر بكل سهولة تعدل فيها، وكل الفوتوشوب هيبقى ذكاء صناعي بعد كده. تقدر تقول له غير لي اللون المعين لحاجة معينة، حط لي الأمواج دي بشكل أكبر، وهكذا. أب سكيل يبدأ يعمل لك أب سكيل ويشيل التشوهات اللي موجودة. أدوب فاير فلاي ده مستقبل البرامج التصميم من شركة أدوب.